السلام عليكم زيونات، صاحبات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير الاحوال؟ يلا انتظروا المفاجأة. يلا يلا، ثلاثة جوج واحد، تا 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 تا. شوفوا يا وعدكم، نوريكم الغرفة بعد ما جهزتها. الدار كلها على الدص، وانما هاد البيوت راكم عارفين مع البرد. هات التلفزه ديالنا، هادي راه خديتها النهار اللي وصلت. ديك الدويره ديالي فاش كنت بسوي داك البيت خديتها لوليدات يا اختي. هاد الضفر هذا مرضني. ها انتوما شفتو؟ اولي ما لطو هكا، اصبر نرفع الاضاءه. يلا دابا مزيان. يلا شو التلفزه، هذاك القران في الحامل ديالو، هالريدو. اياه يا وعدك، هات لمطات، هادوك راهم لي زيكواتور ديال محمد. والزاود هادو عندك باش نصور؟ هادو الخديديات كيف قلت لكم دائما عابرين بالحوايج، ما تديوش عليهم حيت ما منفخين شو مكرمشين. هذا ولدي العزيز، كي دايره محمد؟ شويه راه كان مريض، عاوتاني خديت له الدواء. شويه دابا تنفس حسن، الله يشافيك ولدي. كيبقى هكا في البليصه كندير له هاد الطيبه وهادشي. شويه جاتو الضيقه، مع دابا حتى في المدرسه كيجري، حتى داك الجرى بزاف راه ما مزيانش اولي. دابا حنا داكشي اللي جلسنا في السودان راك عارف دابا اللي كاين، فهمتيني؟ داك الغبابر وداك الكورتيزون وداكشي، خاصنا دابا نصفيو الريه ديالنا. ونهذا كاينه ولا ما كايناش؟ تحافظ على صحتك، كل ساعه طريطمو ديال الدواء. ها وماشي مشكله ديال الدواء، مشكله دابا في الصحه. راك عارف الدواء ما كيعالج حاجه وكيمرض حاجه، كاينه ولا لا؟ والله يشافيك ويشافي كل مريض. ها الخديديه ولدي كنخلي له هكا البليصه ديالو، الغطيوه ديالو. هذيك راه خديديه تما، ها هي، ها ها الخديديه عاوتاني تما. ما عامنش بزاف حيت ما معمرهاش. هنا راه بلاصه محمد، راها فيها 3 متر، فيها 2 متر في 2 متر، وهنا متر، هنا 2 متر خلى 20. هانتو هادي هادي توت البنوته، راه خديديه من موراك. وريهم الخديديه من موراك، حيدي دارك. واش صافي صافي، راه جالسه تما. هذيك خاويه راكم عارفين معمرينهم باش معمرينهم حوايج. يلا وهذه توتا البنوته لالي. يلا قول. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايره قرات وليداتكم؟ وما كنبستي هذاك وخليتي بالبيجامه، جاك البرد. وريهم البيجامه، حلي عليك وريهم بيجامتك. شوفوا بيجام التوتة عاوتاني البنوتة. يلا هادي فرحة بغات تسلم عليهم. ها ودش والله، ارجع مال السودان هاد فرحة. لا انا بلدي سير رجعي علينا. شنو بلدك؟ شنو الصين؟ لا ودابا هي فين؟ في المغرب. هي ولا تا يعجبك المغرب فرحة؟ نعم كثيرا كثيرا. لكن راكستها من البال، منين شريتي لهاد الحوايج؟ من هذاك خرده البال داك الحوايج تقول قالت لك قطت تقلب. لا وريو السري، ولا ارفعي لها داك، شوفوا السري ديالها. شوفوا 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 فالروحه. ودودي هذيك دودي، ياكي دودي الحلوه هذيك. ها شي رجبنا معنا من السودان، جايبين معنا لعابنا وكلشي. العزيز سلم على احباء الرحيم، سلم عليهم، قدم لهم تحيه. السلام عليكم. اها يلا تحدث. وكيف قرات ولادكم؟ تمام. اها شو خليه يعبر، ها هو راه فصيح ما شاء الله. يلا كيف القرايه ديال ولادكم؟ تمام. دا حالكم جيد؟ هل حالكم مستقر او ليس مستقر؟ باذن الله مستقر، وأرجو أن تتوفقوا في عمركم. اللي عنده مشاكل إن شاء الله يتيسر فيها، واللي أحواله جيدة تبقى جيدة إن شاء الله، أو تزيد يزيد تزيد
اجدادا. من جيد إلى أجيد. من إلى أجود. جيد أجود. من جيد إلى أجود اسم المصدر. أو المصدر أجود. جاد يجود. جواد. جواد هو الحصان. نعم. والجود جاد يجود جود يعني الكرم. أليس كذلك أيها العبقري؟ ها؟ ودرتي الواجب ديالك الدراسي؟ راه ما مشاش وتتاء ملي كانت تاء شنو كنديرو؟ كنحطو يدنا. وعلاش ما حطيتيهاش؟ التتاؤب لما نتاب لازم نحطو يدينا على فمنا باش ما يدخلناش الشيطان. صحيح ولا لا؟ راه ما مشاش نهار السبت المدرسة كان مريض عاوتاني ديت له الدواء وداكشي. ها هي تنونة البنونة. لا أنا حكيها خلاص. يلا قولي لهم السلام عليكم. دابا نخليهم غنتغداو وقول لهم حنا غنديرو باكاسي غنحطو باكاسي جو تتعشاو معانا. يا جو تعشاو معانا خرجوا من التليفون رجعوا عنا. يلا خليتكم بالصحي. شنو بغيتي تقولي؟ قالت لك بغات فرحه تهضر قولي شنو؟ كنت نحكي لكم انا قالت لكم فروحه كتشكي لكم توتا قالت لكم هاد العفونه هادي راه ما كتخرجنيش داكشي باش ما عرفتش المغرب في السودان في الغبابر وفي الشيح والريح كنتي كتقيله تخرجيها معانا مسكينه وملي جيتي لهاد البلد الحمد لله الهواء صافي والنقاء وهذا خليتيها في الدار هاي كتشكي لكم فروح قالت لكم راه هادي توتا ما كتخرجنيش معاه يلا وقولها الصاحبة تقولوا لتو تبقى تخرج في الروحة تشم الهواء صافي نلعب كورة نلعب كورة صغيرة دابا حاليا الصاحبة دايرة هاد الطبيلة هادي هاد الزربية تا هي خديتها قصيرة ولكن معليش معليش الطبيلة تخلص راكم عارفين انا خديتو بحال هادي هاي الطبيلة ديال ميكا صافي معليش دابا ان شاء الله نشوف الطبيلة راه عندي ديك الطبيلة في ديك الدورة دابا نهبط نجيب واحد الطبيلة تما ايبا صافي هادشي اللي كاين فين ما زدت شي حاجة غادي نوريكم صافي زيونات هادي الغديوة ديالنا او العشية وقولوا لها كيف بغيتو دابا هذا محمد راه كيتسنى ياك توتا كتسنى الماكلة الطبيلة حاضرة داكشي باش كنجلسو في الأرض هادي شوية الهريسة هي هادي إوا هادي باكاسي مع زويتة ولدية خديت واحد الويترو ليترو من عند واحد الرجل كيبيعها غزالة قالك أصلية ما مغشوشهاش والله أعلم وداك البرد ديالنا دعاتي فضلية ضروري يغفلك هادي فروحة تاهي كتسنى الماكلة كتسنى تاكليها فروحة نعم نعم يلا بسم الله السلام عليكم زيونات اختي اختي خليني بس السلام عليكم زيونات كي دايرين لاباس عليكم كاين شي برودات ها قولوا لي راه البرودات حنا جالسين في الارض كي نقول لكم الطبله قصيره تنجيب الطبيله تكون عاليه ديك الساعه في السوق هذا الكابي ديالنا هذه الاميره ديالنا الفنانه الغزاله ها الغديوه ديالنا الصحيبات ها انتم باكاسي هريسة مسللة 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 ركب اتاي ونحط الخبيز هو الاول خبيز اتاي 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 الاول هاي الشبيكة بالخبيز شتو يا الشبيكة طاغية شبري بلو الخبيز الشبيكة يلا بسم الله قطعنا غير بيدينا الصحيبة قطعنا غير بمصدر هذا ديالي واخا حلو الواحد يكون في شويه ديال البريستيج وداك الشيء وداك الشيء وانه ودي اعمل بيضه بالزرع خبز موجود في المغرب الصحيح ولا مرتي بالزيت
واصبر ما زويته بلدي دواء وهذا راكم عارفين بكاسي وهذا قول بابا بهضروا احنا في الفيديو سلام نسى وراسه نقول لك يلا قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا في السماء في وجهه واثر انا غادي نكبو ما عرفتش كتشوفونا صاحبات ولا لا انا شايفينك شايفينك وضوح هذا اتي غير اتي ما فيه لا شيبه لا والو سمعتيش كمان على الشيبه الصاحبة قال لك الشيبه كتوقف القلب كتسرع ضربات القلب الحمد لله ايوا محمد ما تيحملهاش طبيلي اتاي طبيلي انا حشرو ديك النقاش قلت لكم الشيبه قال لك اسيدي كتوقف ضربات القلب قال لك الشجره سامه يلا توتا انا راني كنهضر في فيديو انت تحكي لكم بالله اتاي شكون فروحه واخا انا جبت لك الكاس ديالك هاتيات شبيه لا لا راه ولات شريكتنا هاد بريد جايبه معايا من السودان كان جبت لي واحد البنت ولكن تيسير الخمر ديالي وكاسها راني تنضحك واش مني انت كنعطيها انا اتاي لا انا الصف في النص عندك اولادي انضافهم للكلاسيك هو هادشي اللي كاين الصاحبات جو تاكلوا معانا وتعشوا معانا ولا تغداو معانا ولا كان ايوا هاد البنوار انتو خليتو تنطفى بيه دابا عندي واحد البنوار زرق هو اللي كنلبس وصافي خديت هذا باش من راكم عارفين شنو ما كنتي لابسه من تحت تخرقي فوق من هاد البنوار وكتدفاي عاد باغا ناخذ لهادو تا هما بنوارات مزيان عندنا البرد الطاقه عندنا فيها البرد عندي واحد داكشي ديالي فديك الدوار نمشي نجيبو عندي واحد الدفايه كنت خديت هذيك العام فاش جيت نمشي نجيبها ان شاء الله هادشي اللي كان ناكله بسم الله كي جاكم بعدا مزيان ها مزيان ايوا قولوا الحقيقه انا راه درتها ثقيله باش تنكل لانه خايبه غير نقول الصراحه الا كان خير ولا مزيان درت فيها زيت بلدية يعني منها دواء منها عيال ماشي بزاف هاي قلتلكم والصراحة راحة شو درت لهم عطاها في الوجه الشنطة بعدهم مشى درتها تقيلة باش تهز بالخبز من تكون خفيفة كديريها شوربة هاكا تقلقلا باش تهز حيت ما كيهزوهاش كيبقاو يديرو غير غطسو درت لهم ديك النار خفيفة كيديرو غير عطسو كياكلو الخبز هكا تقيله بحال اللي كتهزيها في الخبيز بحال هكا شوف نحو ليا كناكل وكنهضر ايوا زيونة تخليكم واحد الله هذا هي ماكلتنا ايوا الله يجعل البركة وريتكم الصالون وريتكم كليبطات عاد غنقولكم من عند من وغنقولكم الثمن راه واحد السيد الله يعمرها دار اللي جا من طرفي راه يدير معاه راه عرفتي دا معايا واحد الثمن غزال عيطوا لي في نمره التليفون اللي من هنا من فاس نديها حتى لعندو صافي راه الله يعمر هدر راه عطيتو طريف وباقي تيساندي وراه تيتفرج راه تيشوف القناة صوب لي هاد التليمطات بالخديديات ديالهم بالريدو ديالهم ب 300 درهم والله الا باغي كيساندي 100 درهم عطيتو 200 درهم باقي كيساندي 100 درهم صافي يلا تهلا فراسكم مزيان انت لو تقدر انا عاوتاني في الصيدليه نشري الدواء شتي عاد هادي دابا تقريبا 15 ديال باش تدي لنا ستريبل ياك هانت هانت شتي هالصرا ديالي ها هو 42 دابا هذيك المره راه كان غلا هذا كان 45.3 كانت 19 ريال 45 هذا كيتو فين ب 53 درهم درهم 30
وهذاك المضاد صافي بلا ما ناخذو. قلتي حتى انا غير خفت مع السبت والحد. لا انا نطلبه لك في العشيه رجعي له. واخا الله يسهل عليك.